الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فألخص حديثي معكم اليوم إن شاء الله في 4 نقاط. النقطة الأولى: أن بناء أي دولة يرتكز على قواعد أرض وشعب وسلطة حاكمة وقانون ينظم شؤون البلاد والعباد، وبلا سلطة قائمة حاكمة وبلا قانون ينظم العلاقة بين الناس ويبين الحقوق والواجبات يصير الناس إلى فوضى، ولا يصلح أمر الناس فوضى أبدا. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم، لا قادة لهم، ولا قانون لهم، ولا صراط لهم إذا جهالهم سادوا. وبالعلم تتقدم الدول، سواء بالعلم التقدمي التطبيقي أم بالفهم الصحيح لديننا السمح. فأهل العلم والشرائع جميعا أجمعت على أنه حيث تكون مصالح البلاد والعباد فسمى شرع الله، وأجمعوا على أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولولي الأمر، الممثل في عصرنا الحديث في رئيس الدولة، لولي الأمر أن يقنن المباح أو يقيده أو ينظمه، ورأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه. ولم يقول رأي العالم، رأي الحاكم هو الذي يرفع الخلاف في القضايا الخلافية، يضع العلماء آراءهم ثم يأتي البرلمان أو الحاكم فيختار منها ما يحقق المصلحة. لولي الأمر أن يقنن المباح أو أن ينظمه، بل عليه أن ينظمه أو ينيب من ينظمه. فإذا نظم المباح وجبت طاعته، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما أن سوء استخدام المباح يخرج به من الحل إلى الحرمة، فليس لأحد من الناس أن يبني بيتاً مثلاً يغلق به طريق الناس، أو يعطل الطريق، أو يعطل به مجرى مائي، ويقول: أنا حر في ملكي. نقول له: أنت حر ما لم تضر، فإن وقع منك الضرر على الآخرين فالقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وقد يحتمل الأخف منه لرفع الأشد، ويحتمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. لما ضاق المسجد الحرام عن استيعاب الحجاج والمعتمرين، حمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب البيوت المجاورة للمسجد على بيع بيوتهم لصالح المسجد الحرام،
وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر بنزع الملكية للمنفعة العامة، فعله سيدنا عمر. ولما تحدث بعضهم من الصعب على أي إنسان أن يترك بيته إذا كان مجاورا لبيت الله الحرام، قال لهم سيدنا عمر: أنتم الذين حللتم على بيت الله ولم يحل بيت الله عليكم. وفعله سيدنا عثمان في التوسعة الثانية للمسجد. وأيضا من هذا المنطلق أيضا الرسالة الثانية، ونحن في العيد القومي لمحافظة الشرقية الذي ارتبط بيوم الفلاح المصري، من هنا من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية نوجه رسالتين. الأولى أن الزراعة كانت وما زالت وستظل عماد بناء الأمم والحضارات. الزراعة كانت وما زالت وستظل عماد الأمم والحضارات إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. بل إن القرآن الكريم تحدث عن الزراعة والفلاحة ونزول الماء وخضرة الأرض على أنها نعم عظيمة، حتى أن القرآن سمى الأرض المزروعة المخضرة المثمرة، ماذا سماها القرآن؟ سماها جنة، بل جنات. فقال سبحانه: وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين للمرة الثانية آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ويقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. يسير السائر على الطريق يجد الأشجار والزهور والحدائق عن يمينه وعن شماله جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. شكر نعمة الله يقتضي الحفاظ عليها، لا تضيعها ولا الاعتداء عليها. بلدة طيبة ورب غفور. فأعادوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. ليس كفر عقيدة، كفر نعمة. لما أعادوا من ضيع الأرض أو اعتدى عليها أو عطل إصلاحها، هذا كفر للنعمة. شكر للنعمة أن نحافظ على الأرض. ومن هنا تأتي رسالتنا لكل فلاح مصري: أرضك عرضك، أرضك عرضك، ومستقبل أبنائك فحافظ عليها. وقد أطلقنا خلال هذه الأيام بالتزامن مع يوم الفلاح في وزارة الأوقاف مبادرات: أرضنا عرضنا، نحميها ونحافظ عليها وننميها، ولا نسمح لأحد بأن يعتدي عليها، ونسمع ونطيع في تقييد المباح للمصلحة العامة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الفهم لديننا. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما الرسالة الثالثة فالحمد لله في هذه المحافظة وبالأسماء وجميعكم تعلمون تفتتح الدولة المصرية. أقول الدولة المصرية لأن الجهد وجهد الدولة ومؤسسات الدولة 53 مسجدا في هذه المحافظة المباركة وحدها في يوم واحد، في إطار افتتاح 130 مسجدا. وفي الأسبوع القادم بإذن الله ستفتتح الدولة المصرية 70 مسجدا، بما يعني 200 مسجد في 8 أيام. الدولة المصرية تبني وغير وأعداؤها يهدمون، نحن لا نعرف الهدم. تبني في الطرق، تبني في الإسكان، تبني في الطاقة، تبني في الكهرباء،
تبني في المياه، تبني في المستشفيات، تبني في المدارس، تبني في المساجد، تبني في دور العبادة، فهي دولة لا تعرف إلا البناء، فلا تسمع للأفاكين. وإن هدمت أو أزيلت زاوية على مجرى مائي أو لتوسعة طريق يبنى مسجد جامع بدلا منها، فلا تسمع للمزايدين أبدا. أما الرسالة الأخيرة وهي إجراءات التباعد في مواجهة فيروس كورونا، نسأل الله أن يعجل برفعه. الحمد لله من فضل الله علينا أن خفف عنا، ولكن لا يظنن أحد أن كورونا قد غادرت بلا رجعة، فيتساهل في الإجراءات الوقائية أو في علامات التباعد، وإنما نؤكد أن ما وصلنا إليه من تناقص الأعداد كان أولاً برحمة الله وفضله ومنه على هذا الشعب الطيب العظيم، ثم لما اتخذته الدولة من إجراءات توازنية بين إقامة الحياة وبين الحفاظ على الإجراءات، حتى نصل إلى الفتح الكلي لبيوت الله وحتى تسير حركة الحياة، يجب علينا جميعاً أن نطيع في السر والعلن، وألا نطيع في العلن ثم نتحلل إذا كانت الفرصة. فيجب علينا الالتزام بما يحافظ على صحتنا وصحة المجتمع مما يقرره أهل الطب والعلم الشرعي في ذلك. تابعوا الله العلم الطبي، يوم أن يقول أهل الطب إن الجائحة قد انتهت نحن نتبعهم، أما الآن فنؤكد على ما تؤكد عليه وزارة الصحة من الالتزام بالكمامة وإحضار المصلى الشخصي في المسجد ومراعاة التباعد. وأؤكد في الوقت الراهن على عدم المصافحة أو المعانقة حتى نخرج ببلدنا إن شاء الله سالمة آمنة. ونؤكد أن مصر تبني وستظل تبني، لن يعطلها الهدامون أبدا. نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا فوق الأرض وفي الآخرة يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.